عنده outdoor learning شنطة أكبر من الناس. هلو ويلكم باك تو ماي شانل او ويلكم لو دي اول مره تشوفوني. انا اسراء عطيه, بعمل فيديوز عن المام لايف ستايل واللايف ستايل عموما. والنهارده هنبدا مع بعض الفلوج بتاع الويك اند. انا مش عارفه ازاي الفلوج هيمشي. المقطع اللي انتوا شفتوه في الاول كنا احنا انا ويحيى نازلين رايحين المدرسه الصبح. الساعه دلوقتي اولموست 8 الا ربع, يا دوب وصلت المدرسه ولسه راجع على البيت. مش عارفه اظبط الاضاءه. anyway تعديل بسيط, انا عرفت ان ايلا نامت خلاص في البيت, يعني انا لسه راجعه من, قلت لكم كنت بوصل يحيى. فيس قلت بقى ايه, استغل فرصه ان هي نايمه واروح على السوبر ماركت, فممكن ناخد مع بعض جوله في السوبر ماركت. يس خلونا دلوقتي نبدا جولتنا في السوبر ماركت. اوكي ده السوبر ماركت يا جماعه اللي جنب بيتي, اسمه شكلان. هو مش هايبر قوي ماركت, بس هو يعني سوبر ماركت كده على قد يعني, بس هو في عنده حاجات كتير بصراحه. فتعالوا كده ناخد جوله سريعه. هنا عنده ايه, كل الفاكهه طبعا هتبقى الصبح صراحه جدا, والخضار. انا ما كتبتش طبعا ايه طلبات البيت اللي انا محتاجاها, بس هحاول اجيب الحاجات اللي يعني كومن قوي ان احنا بنستخدمها كل يوم. يعني عايزه اوريكم عنده حاجه عجبتني قوي. بصوا ده بياض بيت, انتوا متخيلين بصوا عامل ازاي؟ مش غريب قوي. عايزه اجرب ده قوي. شفت حد, واحده على اليوتيوب كانت بتستخدم برضو البيت بتاع السمان ده, فانا اجرب ده, نجيب ده نجربه. خلوا النهارده مش طلبات للبيت, خلوا النهارده كده ايه فلوج الدلع. وده ايه الفرق بين ده وبين ده؟ مش عارفه, اعتقد انواع مختلفه. ايه كمان هنا؟ دي نودلز. انا عمري ما جربت النودلز, انا ممكن اجيب نودلز برضو. عمري في حياتي ما جربت نودلز, ما دقتها اصلا, بس ريحتها بس كانت بتقفلني. خلونا نشوف ايه المشروبات. شوفوا عادة انا بجيب ده الموف ده اللي هو الموكا, بس خلونا نجرب حاجات تانية. ممكن نجرب اللي هو الكراميل مكياتو ده. اوكي بصوا يا جماعة, صويا ميلك بالستروبري كابتشينو. ازاي يعني؟ غريبة قوي. اتشفت ممكن يكون مطحون شوية. ماشي نجيب ده. نجيب عيش تورتيا. انا هاخد ده. والله بجد احنا ليه بنتعب نفسنا في البيت يا جماعة؟ اهو وبالكراميل وجاهز وبدرهم وظريف وحلو. وده بالايه ده؟ بالبصل. اشمعنى ده بالدندل؟ ايه ده؟ لا ثانية واحدة, ده بتين وربع اصلا. اللي بدرهم هو الشيبسي ده, برضو فاين يعني, برضو ظريف. تعالوا نجربهم. بصوا شوكلت. انا حاسة ان البتاع ده هيبقى وحش قوي, بس هنجربه برضو. انا عايزه اقول لكم ده فظيع, حلو قوي قوي فعلا. من جوه الشوكولاته بتبقى عامله كده. بصوا اللي كمان فيه منه ايه ده, ستروبري. الله هو فعلا حلو قوي. وده ايه ده, فيه ستيكر. ناخد ده بتاع الستيكر ولا نبقى تافهين قوي؟ لا هناخده. مش تافهين يا جماعه, ايه المشكله؟ مش احنا قلنا خلاص الفلوج ده هيبقى للدلع؟ انا بقى بحب الحاجات دي قوي. ممكن الجرانولا دي, بس شكلها حلو قوي. فوق دي بالناتس والشوكلت, حطوا دي شوكلت جرانولا, شكلها حلو قوي. نجيب دي, ايه رأيكم؟ ماشي نجيب دي. ثانك يو. جبنا التركي. هنا بقى القهوة والمربى والحاجات دي. مبدئيا كده انا هجيب قهوة, مش هعرف اجيب ده, بس عليه عرض. العرض تحفة, 15 درهم في 200 جرام. نازل من النسكافيه جولد كام نوع, مش ممكن بجد. طب انا عايزه اشتري شوكليت سيرب. هنا في اهو, بس مش ده. انا عايزه نسكافيه. لا اهو اهو اهو. يس اي فايند ات.
وفي الكراميل. على فكره ممكن نجيب الكراميل عشان نعمل الكراميل مكياتو دي في البيت. نجيب كمان الشوكولات، هنجيب دول كمان. شايفين اصلا كميه النودلز اللي هنا مش طبيعيه حقيقي. بس انا هجيب اللي هي المشهوره الياباني دي ولا الكوري. خلونا نشوف فين. وايه دي؟ نودلز للاطفال يعني ولا ايه؟ سبايسي. ودي فيها افراخ. ايه دي؟ دي فراخ ولا دي ايه؟ يعني في الصوره في فراخ، هل هي بنكهه الفراخ مثلا؟ خلاص هاخد دي بقى وخلاص. اوكي يا جماعه، رجعت العربيه وحرفيا بجد زهقت من موضوع الموبايل اللي بيفضل يفصل مني طول ما انا بصور ده، مع ان انا جايبه المفروض ان هو اعلى حاجه يعني اعلى مساحه والحاجات دي. anyway الحاجه اهي جبتها كلها. كل اللي انا جبته بس بعد ما البتاعه عامله قوي، كل اللي انا جبته بعد ما قفل، بعد ما الكاميرا فصلت او كده. حلو. اوكي، كل اللي جبته بعد الكاميرا ما فصلت سمك وجمبري وكابوريا. قلت هعمل غدا النهارده ايه، برده ما انا لازم برده اشتري غدا كده واحنا ماشيين بالمره يعني. فجبت اكله سمك كده نعملها. فخلونا نجرب الاول الكراميل ماكياتو اللي انا جبتها دي، نشوفها برده طعمها ايه. استنوا نقلع الكمامه دي. بصوا يا جماعه شكلها حلو جدا جدا، ان شاء الله يبقى طعمها حلو. انا اخر مره لما كنت امتى، امبارح في جلوريا جينز طلبت كراميل، هو مسكر قوي بس عجبني. يعني انا في العادي بطلب موكا اللي هي الشوكليت مع القهوه بس عجبتني. بصوا ايه ده، حتى بصوا عشان ستاربكس يعني، بصوا الستروب بتاعتها ورق مش بلاستيك. حافظوا قوي على البيئه بجد. بتتفتح كده اهي، وبعدين دي بتتشال. يا رب بس ما اقعش على نفسي ان شاء الله. شكرا. دي بتتشال كده. بسم الله. واو، بصوا شكلها لا شكلها حلو، ريحتها حلوه قوي. استنى نفتح كده 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 علشان اوكي، وبعدين نرجع نحط الغطا بتاعها ده تاني، وبعدين بقى ناخد الاسترا دي ونجرب. دي حلوه جدا، دي حلوه جدا. اوكي يا جماعه كده اقدر اقول لكم ان انا بدات اليوم. يس، لا بلاش كده عشان الشمس. اوكي اوكي، سو كده حرفيا انا فعلا بدات اليوم بان انا اشرب قهوه. القهوه دي حلوه جدا جدا. مش عارفه انا ليه ما بجربش حاجات كتير، يعني لو انا خلاص بحب الموكا فهي موكا وهكذا. تعالوا نجرب كمان مع بعض حاجه من الحاجات الغريبه اللي احنا جبناها، الفشار كراميل. نجرب كراميل علشان احنا بنشرب برده مكياتو كراميل والكلام ده. كراميل وكراميل، ايه رايكم؟ في عربيه جت ركنت جنبي، بجد الاضاءه بقت حلوه جدا. anyway نفتحه دلوقتي. بصوا ده شكله من جوه، شكله حلو جدا على فكره. ريحته ما فيهاش اي نوع من انواع الكراميل، ريحته فشار عادي. حلو قوي. بصوا عاده ما بحبش الفشار الكراميل خالص، بس بصوا ده عامل ازاي. بصوا من جوه طري قوي وهش، ومن بره في طبقه كريسبي كراميل. روعه روعه. بس هو مسكر قوي يعني، انا خدت اتنين خلاص حاسه مش هقدر اكمله، تو ماتش. ممكن نكسره بحاجه بقى حادقه مثلا. تعالى نجرب التاني ده، ده بالزبده. وحش بالزبده، ده وحش قوي، ده وحش قوي. احنا هناخد بق من بتاع الحلو ده، ده بشع يعني. بالزبده ده وحش قوي. هاكله ليحيى والشوكليت.
انا مجربه شكله وريحته يعني شوكليت قوي 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 يعني فوق ما تتخيل ريحه الشوكليت بس انا مجربه حلو زي بالظبط الكراميل من جوه هش قوي ومن بره طبقه كريسبي شوكليت حلو ظريف واي نوت بس نفس الكلام مسكر قوي تو ماتش الصبح كده او تو ماتش عموما اصلا بس دول حلوين بس انا هكمل الكوفي بتاعتي واقول لكم باي باي اشوفكم في الفيديو الجاي.